السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الاعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي ارواحنا واسوتنا محمد رسول الله. صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب. فالتقي بحضراتكم في مستهل برنامجنا وبرنامجكم الجديد المبادره على اسم الله والبركه نبدا الحلقه الاولى نعرف بالاطار العام لفكره البرنامج ونعرف بالاطار العام للملفات التي سيجري عرضها في هذا البرنامج ما الهدف من هذا البرنامج وما هي الآلية التي سنرد بها أو نتصدى بها للقضايا المطروحة؟ ولماذا كان هذا البرنامج ابتداءً؟ هذا البرنامج له من اسمه نصيب كبير، فهو مبادرة، وكلمة مبادرة أو لفظة مبادرة يعني أن تأخذ زمام المبادأة في تصرف ما أو في لحظة ما أو في محنة ما، عندما تعيش الأوطان محنة، وعندما تعيش الأمم والشعوب محنة، لابد من مبادرة، لابد من جسر جديد، يضع أقدام الأمة على الطريق الصحيح، يستعيد وصل من قطع، ولفظة مبادرة يعني أن ترمم جسور مزقت، وأن تعاد كباري وطرق. كانت ينبغي ان تكون مذلله ميسره بين رفقاء الضرب الواحد وبين رفقاء الوطن الواحد وبين رفقاء الامه الواحده لفظه مبادره لها دلالتان الدلاله الاولى ان نحاول ان نقوم بما يسمونه بالصلح المجتمعي يسمونه احيانا استعاده السلم الاهلي عندما تمر الامم بمحن كبيرة قاصمة للظهور عندما تتدابر الوجوه عندما يكون هناك جفوة وقطيعة بتأثير حدة الازمات نحتاج الى مبادرات نحتاج لمن يأخذ بزمام المبادأة والمبادرة ليعيد وصل من قطع وليعيد الصلة بين رفقاء الدرب الواحد رفقاء الطريق الواحد رفقاء الوطن الواحد نريد لاوطاننا ان تكون دائما نسيجا مكتملا لا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا اليوم سمعت احد الصحفيين يقول كلاما عجيبا بيقول المتدين لا يمكن بطبعه ان يحب وطنا تخيلوا معايا حجم الهراء الذي يبث في اسماع الناس المتدين لا يمكن ان يحب وطنه يا اخي عدل العباره ده المتدين اكثر الناس حبا لوطنه واكثر الناس دفاعا عن وطنه واكثر الناس نخوه وغيره على وطنه ولما نراجع تاريخ كل الحروب العربيه الحديثه التي خاضتها الجيوش العربية عبر ستين او سبعين او مئة سنة اخيرة قوام الجيوش العربية كان من اناس وصلوا قلوبهم بالله اما هيدافع عن الوطن دفاعا عن ايه ايه المعتقد او العقيدة التي تحفزه لان يدافع عن وطنه وان يدافع عن حدود بلاده ولا هندخله بداخل خرب مفهوش عقائد خالص طب والداخل الخارب ده يضمن لنا جنديا قويا في المعارك والحروب؟ الصحفي اللي قال الكلام ده النهارده عصرا ان المتدين بطبعه ليس محبا للاوطان كان يعرف انه يسرب للراي العام هراء وعبثا وكلاما وتخليطا لا يقال والا هل في في القرآن أو في السنة ما يناقض حب الأوطان؟ طب جبت الكلام ده منين؟ هل آنست في المتدينين الذين يعتزون بمصحفهم ويعتزون بميراثهم ويعتزون بقرآنهم وسنتهم، هل آنست فيهم بغضًا أو كراهية للأوطان؟ طب ما تجيب دليل ولا المسائل بتتقال من غير أي أدلة؟ وكله بيجلس أمام الكاميرا ويقول ما شاء في من شاء والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أحد جبل يحبنا ونحبه أحد جبل يحبنا ونحبه ده دليل على حب الأرض والأوطان ولا دليل على كره الأوطان ولما النبي صلى الله عليه وسلم يجبر على الخروج من مكة فيتلفت إليها وهو يهاجر خارجا منها بعين ذارفة دامعة لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت ده حب للوطن ولا كره للوطن؟ هم اللي دافعوا عن الأوطان في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي المغرب العربي هات التاريخ كله ما كانش فيهم في طليعتهم الوطنية متدينون يحبون قرآنهم وسنتهم. ما تبص يا أخي وتراجع التاريخ. إذا برنامج المبادرة يحاول أن يعالج حالة الشق المجتمعي التي حدثت في محنة كبيرة. ومعالجة حالة الشق المجتمعي تكون بأن نأخذ زمام المبادرات والمبادرات والمصالحات المجتمعية يعني ايه اخين يقطع بعض ويعني ايه زوج يقطع زوجته ويعني ايه اولاد يقاطعون اباهم على خلفية اي ازمة او اي محنة هدف برنامج المبادرة في المحل الاول واحنا هنقول لنا هدفان استراتيجيان الهدف الاول اعاده المصالحات المجتمعيه بين افراد الاسره نبدا بقى نعيد نضمد الجراح نبدا نعالج حاله الشق المجتمعي التي مزقت الامم والشعوب بددا ومزقا مبعثره والناس اللي بيكرهوا بعض هيعرفوا يبنوا هيعرفوا يعمره هل يستطيعون ان يقوموا بجهد تنموي او جهد انمائي وهم مش طايقين بعض المبادره تبدا من هذه اللحظه في امم كتير غيرنا مرت بمحن قاصمه للظهور لكن كان عندهم مبادرات سلم اهلي مبادرات مصالحات مجتمعيه واستطاعوا ان يجتازوا الازمه وان يجتازوا عنق الزجاجه جنوب افريقيا مثلا 30 سنة بيطحنوا بعض، البيض مش طايقين السود والسود مش طايقين البيض، 30 سنة بيطحنوا بعض، ومع ذلك كانت هناك مبادئات ومبادرات واستعادة لحالة السلم المجتمعي، هو ده اللي عمله مانديلا في جنوب افريقيا، والامثلة تند عن الحصر، مش عاوزين نستطرد في امثلة كثيرة، لكن أود أن أقول هدف اساسي وجذري من برنامج المبادرة ان تكون هناك فعلا مبادرات وان نأخذ زمام المبادرة لنعيد حالة السلم الاهلي والصلح المجتمعي داخل الوطن الواحد وداخل الامة الواحدة خطر كبير ان يقاطع بعضنا بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا من اخر ما نصح به صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا لا تباغضوا ولا تدابروا يبقى الاصل الا يقاطع بعضنا بعضا في اختلاف وجهات النظر ليكن في اختلاف طبائع ليكن ما احنا مش مصبوبين في قالب واحد ولم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طابعا واحدا. كان فيهم الآخذ بالرخص كابن عباس رضي الله عنهما، والآخذ بالعزائم كابن عمر رضي الله عنهما. لكن عندما يصطفون في محنة كبيرة يقفون صفا واحدا. ما بنقولش ان احنا نبقى نسخة بالكربون زي بعض. وليس مطلوبا ان نكون نسخة بالكربون زي بعض. لكن بقول بقى للصحفي اللي اتكلم النهارده عصرا ان المتدين بطبيعته لا يحب الوطن اقول له انت تنفث سما زعافا وتملا رؤوس الناس بسم لان المتدينين هم اكثر الناس حبا للاوطان واكثر الناس نخوه على الاوطان واكثر الناس غيره على الاوطان ولدينا شواهد كثيرة ويمكن في الحلقات القادمة لما نبدأ نفتح ملفات ستظهر الأمور على جليتها وحقيقتها. طب الهدف الأول من برنامج المبادرة أن نعيد حالة الصلح المجتمعي لوطن أو لأمة أو لشعوب تعيش حالة محنة. مزقت مذهبياً ومزقت فراقيا ومزقت طائفياً ومزقت وطنياً هنيجي نحط المبادرة ونأخذ زمام المبادأة ونعيد وصل من قطع نعيد هذه الجسور ممكن نعيش مع بعض ويمكن أن نبني وطنا معا وأضع كلمة معا بين قوسين قال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ده اللي بيقاطع اخوه سنة. طب واللي بيقطع اخوه طيب سنتين وثلاثة وأربعة؟ أيا ما كانت الأسباب، ويمكن أن تكون الأسباب اجتماعية أو أسباب سياسية أو أسباب ثقافية أو سمها كما شئت. بس ما ينفعش نقاطع بعض. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. والناس في أي مشادة أي صراع إما ظالم أو مظلوم ما أنت لما بتخش في مشكلة مع واحد إما أن تكون ظالما وإما أن تكون مظلوما فإذا كنت ظالما وجب أن تتحلل من المظلمة من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم طب ده لو ظالم ما تكبرش بقى ورجع الحقوق لاصحابه طب لو مظلوم لو مظلوم لا ينبغي ان تاخذك العزه بالاثم ما دام اخوك جاء معتذرا يطرق الباب يبقى يجب ان تصيخ السمع ما تلجاش للدد في الخصومه ما تديش ظهرك لاخوك ما دام جاء مقرا بأخطائه يريد أن يطوي الصفحة القديمة وأن يفتح معك صفحة جديدة فما ينبغي أن تعطيه ظهرك ما ينفعش قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطبراني من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض من تنصل إليه يعني إذا جاء أخوه إليه معتذرا من تنصل إليه فلم يقبل يا عم خلاص اسفين لا يا عم خلاص نشوف صفحه جديده لا ويقفل موبايلاته ويفلت ويهرب من تنصل اليه فلم يقبل طب خد النتيجه بقى لم يرد علي الحوض انت ادي النتيجه دي مستعد ان تدفع هذه الكلفه طيب يبقى الهدف من برنامج المبادره الهدف رقم واحد أن نعيد حالة السلم الأهلي والمصالحات المجتمعية لنبني وطنا معا معا مش كل واحد لوحده طب والهدف الثاني؟ الهدف الثاني من برنامج المبادرة أن نأخذ زمام المبادئة في الرد على الشبه كل من أساء للإسلام كل من شهر بتراثه كل من شهر بقرآنه وسنته كل من شهر بتاريخه ودلوقتي المسائل بقت سهله للاسف الشديد ما اسهل الان ان تدخل الاستوديوهات وان تبث في اسماع الناس اكاذيب وللاسف في ظل حاله التسطيح وضحاله وقله الوعي اي شيء بيصدق تشهير بالقران وتشهير بالسنه ورموزها كل ده هنجيله نصبر واحده واحده تشهير بالتاريخ الاسلامي تشهير بكل ما يمت للاسلام بصله وفي محاوله خبيثه لتحميل الاسلام مش المسلمين لتحميل الاسلام اوزار التخلف الحضاري الذي تعيش فيه الامه وكان الاسلام هو المسؤول عن هذا ما هو نفس هذا الاسلام هو الذي بنيت على اساسه مختبرات ومعامل. نفس هذا الاسلام هو الذي شرق وغرب ودق اسوار فيينا. نفس هذا الاسلام هو الذي أشيدت على اساسه مراصد فلكيه تتالق في دمشق وفي غيرها من حواضر العالم الاسلامي في مرحله من المراحل. لكن اللعبه الان شديده الوضوح احنا بنقوم بدور وجب الان ان نفند الشبه هنصنف الشبه لملفات قد تكون ملفات تاريخيه قد تكون ملفات تتعلق بعلم الحديث روايه ودرايه قد تكون ملفات تتعلق بالقران تفسير بالمعقول تفسير بالماثور إثارة لشبهة حول آية حول دلالات صورة أو آية كل من من أطلق هذه الشبهة في الفضاء سواء فضاء العمل الإعلامي أو الميديا أو فضاء النت سنلتقط هذه الشبهة ونبدأ في الرد والتفنيد خد بالك خد بالك لو هذه الأمة فقدت العقيدة فلن تستطيع أن تدخل معارك القرون القادمة ولا معارك المستقبل زمان روسيا الشيوعية الاتحاد السوفيتي السابق طارد العقائد والأديان وخرج بالشعار لا إله والحياة مادة ورب الناس على الإلحاد وأخرج جيلا ملحدا معطلا لا يؤمن بعقائد ولا نبوات ولا أديان لما طرقت الحرب أبواب الاتحاد السوفيتي رفض الفلاحون أن يحاربوا وأن يجندوا في الجيش يا عم إلبس لأمة الحرب أو زي الحرب وتعالى حارب معانا لا مش محارب رفض الفلاح الروسي أن يحارب ورفض أن يجند في الجيش واجتمع ستالين بقواده والقيادات الكبيرة إيه الحكاية؟ لكن الفلاح الروسي أخرج لهم صوت الفطرة. قال لهم أنتوا قلتوا لي مفيش إله، ومفيش أديان، ومفيش عقائد، ومفيش جنة، ومفيش نار، ومفيش حساب، ومفيش ميزان. طب أموت ليه؟ وعشان مين؟ يبقى دنياي هي دنياي وآخرتي معًا، مش ميت، مش رايح. يجي الموت براحته لكن أنا ما أروحلوش برجلي. هنا اضطر الاتحاد السوفيتي السابق ان يعقد صلحا انتهازيا مع العقائد والاديان لانه حس انه ماشي بعكس اتجاه الفطرة السوية السليمة فانتوا عاوزين للشعوب العربية ان تجتاز معارك التنمية بعقيدة خاربة مش هتلاقوا محاربين عاوزين نشق معركه الصحراء واعمار الصحراء بعقائد خربه مش هتلاقوا محاربين عاوزين نحافظ على اوطاننا ونبني ونعمر ونحمي حدود بلادنا بدون عقائد لن نجد لن نستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البيهقي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وده الحديث اللي احنا ماشيين على اساسه وعاملين البرنامج ده على اساسه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين لازم كده في كل عصر لما تزيد الشبه وتزيد مساحه التحديات ويظهر رويبضة والله رويبضة ليس لهم لا قدم ولا ساق في لا في فقه ولا في حديث ولا في تفسير ولا حتى في ثقافة عامة وأقول لكم كمان ولا حتى في إعلام ومع ذلك هؤلاء لا يتورعون أن يخوضوا في مسائل شائكة لا يتورعون أن يصدروا للناس أكاذيب على أنها حقائق يتكلموا في الرق. ويتكلموا في الجزيه. ويتكلموا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويتكلموا في التاريخ الاسلامي، ويتكلموا في الميراث. ويتكلموا في اعوص المسائل واعمق المسائل ولا قدم لهم ولا ساق، لا في فقه ولا في حديث ولا في تفسير ولا في تاريخ ولا في حضاره. عشان كده في كل عصر تظهر فيه هذه الشبه وتظهر فيه هذه الاصوات الناعقه بالباطل التي تريد ان تستاصل شافه الاسلام ميراثا وحضاره وفقها ومش هتقدر تعمل ده لا بد ان يظهر في المساحه المقابله الناس اللي اتكلم عنهم هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وايه يعني العدول وايه المقصود بالعلم قال العلماء أي علم الكتاب والسنة، وزاد ابن حجر أي الفقه، يبقى هذا العلم له من يحميه، له من يدافع عنه، له من يفند الشبه، مش في ذهننا شخص بعينه لكن في ذهننا ان تكون الفكره واضحه اي شبه بعد كده اي ملفات شائكه ستطرح في الاعلام سنرد عليها بجساره وقوه ما عندناش بطحه بنحسس عليها وليس لدينا ما نخافه ولا ما نخشاه وليس في ميراثنا وقراننا وسنتنا وحضاراتنا ليس فيها ما نخجل منه ولا ما نخجل من ذكره وكل شيء هيبان وهنفتح الملفات الاخ اسلام البحيري هيفتح لنا ملفات الحديث احنا نفسنا طويل بس خد بالك المساله ستكون علما خالصا نلتزم فيه بادب الاسلام نضع على هذه الطاوله ما تريد ان تثيره من شبه ونرد بالعلم لانك عارف انك اخطات كتير بعض الاخرين حتى في العالم العربي مش بالضروره في مصر يثيرون ملفات شائكه يثيرون قضايا شائكه يثيرون اشياء تتعلق بالتاريخ بالقران بالسنه لا بد ان يكون هذا الحديث نصب اعيننا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ومعنى عدوله اي الثقات ومش كل واحد عنده علم يتقال عليه عدول، ممكن يكون عنده علم، بس ما عندوش ما ينبغي أن يلازم العلم من الورع والتقوى، فيوظف علمه في الشر، وهنا تظهر شريحة خطيرة، شريحة خطيرة ظهرت في العالم العربي والإسلامي في الفترة الأخيرة، يجيدون الكلام والإقناع ويجيدون الرياضه الجدليه بيكلموا كويس. وقد يكون لديهم بعض العلم، بس خد بالك نصف العلم قد يكون اضر من الجهل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظه العدول. علماء اه، بس في تقوى وورع في معدن ايماني يحرك هذا العلم ويحفزه. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ثلاث حاجات دول موجودين دلوقتي إما هتجد من يحرف بغلو ياخد النص كده ويلوي دراع النص ويستخلص منه أشياء ليست فيه وليست منه وخد بالك في حاجة اسمها علوم الآلة في حاجة اسمها علوم الآلة، مش واحد جايب لنا نص عمال يعقب عليه بما شاء له مزاجه وهواه وثقافته الضحلة. في حاجة اسمها علوم الآلة. لو مسكنا علم كعلم التفسير عشان تتقن علم التفسير لأن أنا شايف بعض الإعلاميين دلوقتي بياخدوا ما شاء الله مساحات ساعتين وثلاثة وأربعة مش راحمين ودن الناس ويتكلموا في القرآن ويجيبوا في الآيات ويعلقون على الآيات بأشياء أقل ما توصف به الهراء مش موجودة في الآية خالص لا وجود لها إلا في رأسه الكليلة عشان تتكلم في علم التفسير لابد أن تتقن معه 11 علم اعمل كده فرامل كوابح وابدأ وقف نفسك هتعقب على آية من سورة النور ولا من سورة الروم ولا من سورة الأعراف؟ ليكن، بس خد بالك، لو قلت أنا هتكلم في علم التفسير فضلاً عن أن تثير قضايا شائكة، يبقى لازم تحط في الاعتبار انه من يتكلم في علم التفسير لابد أن يجيد معه أحد عشر علماً، منها علم اللغة. تبص تلاقي الواحد من دول والله لا يستطيع أن يقيم عبارة عربية سليمة مش عارف حتى ينطق الآية ويقول لك مش مهم أنا الرجل بجتهد ما هو تجتهد لما تحصل آلة الاجتهاد وتبذل جهدا في الاجتهاد وتجرد النية انك تعرض على الناس حقائق مش تعرض لهم فكرك المعوج وتجعل من الاسلام قرآنا وسنة ستارا لهذا الفكر المعوج علوم البلاغه، علم الاصول، علم الحديث، علم الناسخ والمنسوخ، وكمان غير ال علم زود عليهم الامام السيوطي العلم رقم 12 وسماه علم الموهبه. وهو علم لا يعطيه الله عز وجل الا لمن عمل بما في القران. 11 علم وكمان علم رقم 12 كما قال الامام السيوطي في الاتقان سماه علم الموهبه. ابص الاقي واحد صحفي من دول بيكتب عمود يومي ولا عمود اسبوعي وحاطط لي في اول المقال آية قرآنية وعمال يعقب ويفتي والله فاتح ماكينة وحنفية الفتوى كأنه أصبح مجمعا قائما برأسه يا أخي في شيء اسمه علم وضوابط العلم وهناك أناس سلخوا أعمارهم طلبا لهذا العلم المسألة مش بهذه الخفة ولا بهذه البساطة يبقى احنا لما قررنا ان نقوم ببدء واستهلال هذا البرنامج برنامج المبادره لطرح كل الملفات الشائكه في اشياء قالها بعض الصحفيين سنرد عليها ونفندها ونضعها على هذه الطاوله بادب الاسلام في الحوار مش هتلاقوا عندنا شتائم مش بتاعتنا ولا دي طريقتنا ولا منهجنا ما عندناش حاجة اسمها شتائم لكن عندنا شيء اسمه فكرة شيء اسمه قضية شيء اسمه قرينة ومستند ودليل لكن نحن نأتمر بنصح النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء الحاجات دي مش هتلاقوها عندنا لا لعن ولا طعن ولا فحش ولا بذاء حتى وإن استخدم الآخرون هذا السلاح القميء لن نجاريهم في ذلك بس المساحه دي مخصصه للرد عليهم وتفنيد شبههم هنحط ملفات كتيره بعضها ملفات تتعلق بعلم الحديث بعضها ملفات تتعلق بعلماء الحديث زي البخاري ومسلم وغيره بعضها ملفات تتعلق بالتاريخ الاسلامي المفترى عليه يعني من كم سنة كده قررت بعض الصحف الأوروبية والأمريكية أن تقوم بحملة ضد صلاح الدين الأيوبي الشخصية المعروفة في التاريخ الإسلامي وأنا بقلب في مجلة التايم الأمريكية لقيت عدد خاص اسمه Person of the Century أو شخصية القرن بيتكلموا عن اينشتاين وعن غاندي وعن عدد من الشخصيات ولقيت داخل المجله صفحتين عن صلاح الدين الايوبي. طيب اللي كاتب صفحتين عن صلاح الدين الايوبي حطوا مع دول ليه؟ انت بتقول شخصيه القرن اللي هو القرن العشرين راجع بينا للتاريخ ورا ليه؟ ومرجع شخصيه صلاح الدين الايوبي ليه؟ ساعات بيتهمونا ان احنا بنرجع للماضي واحنا اللي بنفجر المساله دي طيب انا قدام مجله التايم الامريكيه صفحتين كتبهم ديفيد فان وكان حاطط مع الصفحتين صوره بيقول انها صوره لصلاح الدين الايوبي طبعا هي صوره رسمها رسام المجله صوره تخيليه يعني ولقيته يدس السم سم حقيقي حتى مش عاوز يوصفه بانه بطل تاريخي، مستخسر انه يقول عن صلاح الدين الايوبي انه بطل تاريخي، مسميه المغامر الكردي. شوفوا حتى التسميه، المغامر الكردي، او واحد كده عمل مغامره ومشيت معاه. المقال لم يحدث اي اصداء. لانه اي طفل مسلم في اي دوله مسلمه أو دولة عربية يعرف من هو صلاح الدين الأيوبي وما تاريخه قالوا طب نعمل حاجة تانية ده كتاب من الكتب اللي صدرت في أوروبا صلادن صلاح الدين كتاب عبارة عن 400 صفحة مش عارف صلاح الدين الأيوبي عامل لهم قلق ليه كتاب يقع في 400 صفحة برضو ده من تأريف دي جاكسون وبيتكلم فيه عما يسميه The Politics of the Holy War يعني سياسات الحرب المقدسة وبرضو تشويه لشخصية صلاح الدين الايوبي وكأن الكتاب عاوز يقول لنا الراجل ده مجرم حرب طب الكتاب ده ما جابش نتيجة والمقالة اللي قبل كده ما جابتش نتيجة يبقى يخشوا بالحاجة التانية في عندنا كتيبه من المطايا والعملاء مستعدين ان يقوموا بهذا الدور هم مستعدون تماما ان يقوموا بهذا الدور اللي ما قدرش دي جاكسون يعمله واللي ما قدرتش مجله التايم تعمله يعملوا اناس يعيشون بين اظهرنا ويتسمون باسم محمد واحمد ومحمود يبقى كلامهم مقبول وعشان كده من سياسات الغرب اصطناع المطايا والعملاء اللي احنا بنقول عليها تصدير صفوه فكريه. صفوه. لتقوم بمهمه تسويق افكار المؤسسات الاستعماريه. ما دام الاستعمار مش عارف يعمل ده بنفسه يعمله بتلاميذه، يعمله بعملائه. فظهر قبل سنوات كاتب هنتعرض له ان شاء الله تفصيلا. ماسك صلاح الدين الايوبي ان ده راجل قاتل وراجل ملوش منجزات وراجل مجرم حرب تخيلوا معايا صلاح الدين الايوبي مجرم حرب صلاح الدين الايوبي الذي جمع اولاده قبل موته وقال لهم احذركم من الدماء فان الدم لا ينام وفي لفظ فان الدم لا يموت صلاح الدين الايوبي اللي لما بعض اولاده قالوا له احنا عاوزين نقتل هذا الاسير رفض رفض ان اولاده يقتلون الاسير مش عاوز مش عاوزهم يخوضون طريق الدماء صلاح الدين الايوبي اللي اوروبا نفسها تعترف بانه كان الفارس النبيل حارب لكن حارب بنبل حارب بفروسيه حارب بخلق المحاربين الكبار تخيل معي انه دانتي في الكوميديا الإلهية كان عمل, عمل أدبي كده أو نص اسمه الكوميديا الإلهية ومتخيل انه زار الجنة زار الجنة وإنه لقى في الجنة صلاح الدين الأيوبي طب دانتي الذي ينتمي بالميراث والولاء للثقافة الأوروبية يعتبر أنه سيجد في الجنة صلاح الدين الأيوبي عارفين ليه؟ لأن أوروبا من داخلها معجبة بصلاح الدين الأيوبي، بس مش عاوزين يقولوا ده. ويخشون أن تتكرر في الأمة ظاهرة صلاح الدين الأيوبي. تبقى مصيبة. صلاح الدين الأيوبي الذي نجح في استرداد 52 مدينة محتلة. تقول لي عليه مجرم حرب. بتكلموا مين؟ صحراء مفيش طلاب دراسات عليا، مفيش أقسام تاريخ. ما فيش مؤسسات أكاديمية ما فيش ناس ترد صلاح الدين الأيوبي يبقى مجرم حرب بأمارة إيه بأية أدلة هنخصص إن شاء الله ونفرد حلقات لهذا الأمر لأنه صلاح الدين الأيوبي ده يحتاج إلى مجلدات ومجلدات كثيرة فإحنا من أهدافنا أن نفند الشبه في مصطلح ظهر سنة 97 اسمه الاسلاموفوبيا. الاسلاموفوبيا في في اوروبا حالة كده بيسموها الاسلاموفوبيا. يعني ايه الاسلاموفوبيا؟ في الترجمة يقول لك الرهاب من الاسلام أو الخوف من الاسلام أو الرغبة المحمومة في تشويه الاسلام. عارفين ليه؟ لانهم امام كيان قوي ما بيقعش بيضربوه من سنوات وعقود وقرون وما بيقعش شجره فارعه تنبت اجيالا واجيالا ما بتقعش لكن في مثل هذه الحاله احنا لازم نفهم يعني ايه اسلاموفوبيا لان هذا مرض بدا اوروبيا وبدا ينتشر حتى عربيه في الان مثقفون يحملون اقلام ويسيطرون على منابر صحفيه ومنابر توجيه اعلامي في الميديا يبغضون الاسلام حتى النخاع يكرهون الاسلام حتى النخاع انت حر اكره او حب لكن لما تحط لنا شبهه لازم نرد خصوصا لو دحرجت للناس اكاذيب من العيار الثقيل مش هنسكت هنرد هنرد بالعلم الصحيح بالنص المتواتر بالمستند والدليل والوثيقه والكتاب انا معايا طاقم اعداد جميل هنخرج هنروح جامعات هنروح مراكز ابحاث هنسال المواطنين البسطاء ونسال الخبراء والمحللين هنجيب ملفات وهنعرض شغل وثائقي هناخد كل أساليب الميديا المعاصرة والحديثة لنفند هذه الشبه الآن برنامج المبادرة مساحة لرد الشبه بالعلم الصحيح بالثقافة السليمة بالنص المتواتر الإسلاموفوبيا مرض ومرض ينتشر أوروبا تخاف من الإسلام ده كتاب لروبرت اليسون بعنوان افول الهلال شوف التعبير كده وفكر فيه معايا افول الهلال الهلال ده في في عند الاوروبيين يعني رمز فكره الاسلام يعني لما يقفل هذا الهلال يعني يغيب يختفي يبقى عليه كده غبش ده العنوان ده امنيه امنيتهم ان يقفل الهلال أمنيتهم أن تغرب شمس الإسلام، بس مش هيحصل. مش هيحصل. لكن اللي بيقوله روبرت أليسون ده حتى العنوان الفرعي سنوات من الحرب البربرية أو من الحروب البربرية. بيتكلم عن إنه أمريكا وبعض القوى الأوروبية وبعض القوى الاستعمارية شايفة إنه الإسلام هو العدو رقم واحد. يبقى الشبه اللي بتطلع دي ليست شبها عفويا لما بتلاقي حملات كده بالتزامن حمله تظهر لك في سوريا وحمله تظهر لك في العراق وحمله تظهر لك في اندونيسيا وحمله تظهر لك في ماليزيا لا دي اتهامات معلبه وظاهرة الاسلاموفوبيا او الرهاب من الاسلام او الخوف من الاسلام ظاهرة مبررة لانه مع كل الضربات اللي بيوجهوها للاسلام الاسلام في حالة نماء وانتشار مش في حالة انحصار. وهناك احصاءات خارجة من الامم المتحدة انه من بين كل اربعة يغيرون الولاءات والعقائد في ثلاثة يدخلون الاسلام. من بين كل أربعة يغيرون الولاءات والعقائد في العالم في ثلاثة يدخلون الإسلام إذا ما يثار من شبه سنرد عليه في ملفات هنبدأ نحط على هذه الطاولة كل ما أثاره بعض الناس إما بدافع أنهم يريدون أن يعرفوا أو بدافع أنهم يريدون أن يغمزوا أو بدافع أنهم يريدون أن يهاجموا في كل الاحوال سنطرح الملفات على الطاوله ونرد هنصنف الملفات في ملفات تاريخ في ملفات حديث في ملفات قران في ملفات حضاره اسلاميه في ملفات تتعلق باوضاع المراه والنهارده لما واحد للاسف الشديد يتزيا بالزي الذي يمثل الازهر ويقبل راس مكارم الشيرازي ويزور الحوزه في ايران هذا كلام خطير وانا واثق ان من قبل راس مكارم الشيرازي لا يعرف ان مكارم الشيرازي هذا صنف والف كتابا بعنوان الشذوذ الجنسي عند عمر بن الخطاب طب بذمتك لو عارف انه الف كتابا بهذا العنوان كنت هتصافحه كنت تقبّل رأسه هناك من يهين السيدة عائشة ويتعبد إلى الله بإهانة السيدة عائشة كل ده هنعرضه هنعرضه بأدب الإسلام ونعرضه برصانة المسلم ونعرضه بما يجمع ولا يفرق اللي عاوز يصل إلى الحقيقة تعالوا معا نصطف صفا واحدا ونحاول أن نصل إلى هذه الحقيقة واللي بتخلص نيته سيصل إلى هذه الحقيقة. اللي بيتكلم عن القرآن مفترض أن يتطهر. قال مجاهد: كان ابن عباس رضي الله عنه إذا فسر آية من كتاب الله رؤية في وجهه النور. رؤية في وجهه النور. هنرد على الملاحدة. وفي حملة إلحادية موجودة. ما ينفعش ننكرها، موجودة. اصبح لهم منابرهم ومجلاتهم ومذياعهم ومدياهم واعلامهم هنرد ندخل الى نزال فكري راق نتطارح فيه الفكر لكن عاوز اقول ان كتير ممن يثيرون هذه الملفات هم في النهايه عرائس لكن لابد ان ننظر الى اليد التي تحرك خيوط هذه العرائس. اوروبا والمخابرات الامريكيه والمخابرات البريطانيه بالخصوص صنعت دوائر ثقافيه لاشاعه ثقافتها وحصار الثقافات القويه خصوصا الثقافه الاسلاميه. وانا هنا لا اتكلم بمنطق نظريه المؤامره لكن كما نقول من واجبنا أن نحمل هذا العلم وأن ننفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لأن الكتيبة أو الفيلق اللي بيعمل ده لن يخلو منهم زمن من الأزمان ولن يخلو منهم عصر من العصور ستظل هناك مساحات تدافع عن هذا الدين برباطة جأش وبثبات هنقرا الصحافة الأوروبية مع بعض نقلب الدير شبيجل ونقلب لومونت ونقلب كل ما يثار ضد الاسلام في هذه الصحافه، نحاول ان نرد برضو بادب الاسلام ورصانته الفكريه. نرد على ملفات الداخل ونرد على ملفات الخارج. نحاول ان نتقصى اوضاع المراه. ماذا اراد الاسلام للمراه وماذا اراد ان يضيف لها سنعيش مع كتب سنعيش مع ملفات سنعيش مع تقارير وسنعيش مع افلام وثائقيه سنعيش مع الحقائق والذي يحيا بالحقائق لا يسمح لذاته ان يتاجر بالاباطيل سنعيش لحظات ايمانيه في رحاب القران العظيم وفي رحاب السنة النبوية المطهرة في الحلقة القادمة إن شاء الله على اسم الله والبركة نفتح الملف الأول وسيكون إن شاء الله ملفا ساخنا نطرح فيه الشبه ونفندها شبهة شبهة سائلين الله عز وجل أن يجعل ما نقوم به في موازين حسناتنا جميعا إخوة الإيمان والإسلام على خير نلتقي وعلى خير نفترق تفترق اجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته